على نوعين من التنويع أو الدايفرسيفيكيشن. التنويع الأول بين الأسهم والسندات بنسب مختلفة، التنويع الثاني في القطاعات، حيث أن الاستثمار في الأسهم كان يمثل جميع قطاعات السوق المالية وليس فقط قطاع واحد هو التكنولوجيا. طيب لو قلبنا الصورة وتحدثنا عن فترة انتعاش مميزة في السوق، كيف سيكون انعكاسها على المحافظ الثلاثة للمستثمرين المختلفين؟ نعم، في الأعوام 98 و99 محافظ النمو كانت الأكثر تحقيقا للربح، كون تلك الفترة شهدت انتعاشا كبيرا في سوق الأسهم. شكرا لك يا طارق، والآن سنذهب إلى فاصل قصير، نستضيف بعده السيد أمير صدر مدير التسويق في ميريل لينش الشرق الأوسط وإفريقيا عن أبرز أساليب تنويع الأصول الاستثمارية. نراكم بعد قليل.